الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سلام جميع الجزائريين والجزائريات اللي عايشين في الجزائر وفي الخارج. جزائر في الاول نزلوا الجزائريين الستاريين هي عايشين دي سموتها كتل الغربة. بونجور سالي تو لي جزائريين الجزائريين كي فيفون لانجيريا تونجي لا شرقية لا غربية ثقافة جزائرية. الزول ولا نزول الزول ولا نزول يا خوتي. الأمة الجزائرية تثبت أن المطالب تاعها مطالب شرعية, أن هذه العصابة ما عندها ما تدير, ما لا الرئيس لا مرؤوس لا هادو هاد الأشخاص اللي سرقوا الأمة. لأنه اون فا فير لي بوان سور ليزي. وعلاه هاد أم يضربوا باش يبقاو في الحكم؟ داروا هاد الشيء على جال سرقة دراهم مش أجل الأمة. كيما هم يقولوا الجزائر ما الجزائر إلى آخره. هذيك لاكاسيت ماتت دوك ملاكاسيت واش خرج؟ خرج سيدي هايدا يا خوتي. لأن الناس ديفلوبا هما بقاو في الكاسيطة لابوبين هذيك بقاو توجور فيها ما جابوش حاجة جديدة. إيسون كونتر حاجة جديدة إيسون كونتر وهذه معروفة باسكو كاين مفكرين جزائريين مفكرين سياسيين وكاين لي استراتيج لي مدوا من الاخراج من الازمه هذه. الازمه هذه ازمه سياسيه عمرنا ما كان عندنا ازمه اقتصاديه. وحتى في عهد هذاك الشادلي اللي قال لك شادلي مليح شادلي مدنا الديمقراطيه الى اخره يا اخي هكذا لو بوبل الى عراشي لا ديموكراسي كما كانت فرنسا. المستضمن القديم لان المستضمن القديم أبري 62 مستدمر ومن بعد 62 إلى يومنا هذا الاستعمار الجديد. المستدمر واش كان يقول؟ يقول لك الجزائر هادو مدينا الاستقلال مدينا أنا دوني الاندبندونس وزارجيريا هيدا يا أخي. حتى كان دي ديسكور تاع واسمه هذاك دو غول وهو قال لارجيريا بوزوان دو لا فرانس لا فرانس بوزوان دو لارجيري اخي قالها ابري 62. هما اليوم كيف كيف لا ميم شوز نفس المقوله نفس المقوله تبعوا المستدمر. جانا الاستعمار الجديد هذا الاستعمار الجديد اللي عمره ما دار دوله عمره ما دار دوله عمرهم ما داروا دوله. لان في هذاك الوقت واش كنا؟ بعض الاشخاص يقول لك فلان فلتان كنا 15 مليون ابري 62 كنا 10 ملايين والجزائر قاره ما بانش العيب تاعهم. ومن بعد من 62 ابدت طلع النمو الديموغرافي لا كرواسونس ابدت تطلع لحقت اليوم ال 45 ما عندهمش حلول لان هاد الاشخاص ما يحبوش حاجه جديده. وماشي احنا اللي قلنا توت بيرسون اي كونتر الحاجه الجديده كلك شوز دو نوفو. حتى واحد يخرج ماشينه هذاك الماشينه القديمه اللي اختار يكون ضده هذه معروفه. كما قال احد الرؤساء الامريكان بريزيدون ويلسون قال هو اللي خلق سمعوا مليح لا كري لا سوسيتي دي ناسيون la société des nations ماشي الامم المتحده la société des nations SDN كتبوها تلقاوها. واش قال؟ قال لك وعندهم 62 ممبرا في العالم وما كاش الجزائر داخل كاين البلدان العربيه كاين. واش قال؟ قال لك سي فو فولي فير ان ماكسيموم دينمي يسوفي دو فير كلك شوز دو نوفو. هاو لخص كاع الحديث. هاد الاشخاص يسون كونتر كلك شوز دو نوفو كلك شوز دو نوفو. هادو اولا حبوا الامه حبت الدستور هذا كيفاه 20 سنه من 62 سيدي يبدلوا لنا الدستور المقاس تاع البريزيدون الى اخره. ومن بعد يجي كي تجي الثوره يقول لك احنا نطبقوا الدستور وين كانوا من قبل. هاد الاشخاص يقول لك المحاسبه انا ما درتش المحاسبه كي كان هذاك بوت سرقه هذاك ورا يا اخي تقول حداد من العصابه هذاك سعيد بوتفليقه شكون اللي جابهم؟ جابهم بوتفليقه يتحاسب مارغري مريض يتحاسب يا اخي. قال لك ما سرقت هاو الجماعه في سويسرا الاخ بالحسين لافوكا هذاك يلا ايزون بلوكي لارجون تاع علي بوتفليقه اذا سرق
إذن يروح للحبس. هما لا لا باش تشوفوا كاع الخرطي هادو تاعهم، باسكو هما من العصابه 20 سنه من العصابه. هما هاد الاشخاص هادوما ايش بريسيزا، يا دو شوز، كاين لي مارس هادو لي فوايو هادو، هما القياده العسكريه والافنان، حزب الافنان كاع، باسكو ايزون ما عندهمش. قلت لكم ونزيد نعاودوها يا خاوتي، كومون ان بارتي بوليتيك، بارتي بوليتيك باسكو كانت ان فرون دو ليبراسيون ناسيونال، تليبيري ناسيون يعني تحرر الامه، لا ناسيون سي الامه، تحرر الامه. ومن بعد 62 واش تحرر؟ تحرير العقول، حررت الامه تحرير العقول. والعقول واش داروا لهم؟ اللي كان يهضر الصح يديوه للحبس يقتلوه، هذا ضد كيما يقولوا كيما يقال كانوا يقولوا هما ضد، حبوا يقسموا البلاد فلان فلتان. هاو 62 كيما قلت لكم حاجه نوفو ما يقبلوهاش. اول حزب سياسي داروه في الجزائر هو حزب، اول حزب سياسي بريسيزا، حزب سياسي نسيت اسمه تاع التصحيح الثوري الى اخره، هو المرحوم محمد بوضياف، جاب في فكر جديد داو الحبس. حسين يتحمد كيف الله يرحمهم كاع، كيف جا حاجه جديده داو الحبس، حب يقسم البلاد الى اخره. ابري جات في 82 في الثمانينات وراحت، يقروا حاجه جديده. الى بليبار الجواسيس اللي هم يقولوا الجواسيس ايدي هما الايادي خارجيه، كي هم ليكم من عايشين، اما عايشين كاع في فرنسا. هذاك رحماني و سورتو هاد هو ما تنساوهمش يا خاوتي، بحبوح رحماني هادو كاع يتحاسبوا، عطاي ليا ولادو اللي ما يتحاسبوش تنعنعو. هذاك بالقصير اللي هو يسير جماعه تاع واسمو تاع العنصريين، شكون جماعه تاع العنصريين؟ ويثبت بالصوت ليس الصوره، الصوره وراو غير وين كانوا يجتمعين في مستغانم، مي الصوت هادو كاع ما راحوش للحبس، مي الاخر يرفي الدرابو تاع الهويه يروح للحبس. كيف هادي سي با نورمال واش صاري؟ لان لو استراتيج تاع هذا القايد صالح شكون؟ لو استراتيج تاعو زعما فاهم، هو عنده نيفو نافيام وهو تونسي ليس جزائري، ايش بريسيز ليس جزائري، هو هذاك سعيداني. لخاوتنا في فرنسا ما تخليوهاش ترونكيل، كما كان يدير الاخ رشيد نكاز عنده الحق، يروح لديورهم ما يخليهمش ترونكيل. كيف الان الجاليه الثوره للناسيون لازم تما، وهذوك اللي كان يلحسوا لهم باينين النيفو تاعهم ايدوكاتيف، باينين اللي كانوا يلحسوا، يقول لك بود كيما واحد او يطاكي في الاخ سول كينغ زعما يوري جيلي والاخر وكذا، وهو كان يالي بود في اللقاء مصباح وعشيه، علاش؟ باش يدخل واش يحب في المطار، وحتى بالك حتى الزطلا ويدخلها. باش تشوفوا يا خوتي الناس تاع مصالح ليس لمصلحه الشعب، حاسبين الشعب طناه والاخر. لا بسيكولوجي ديفول كيما قال غوستاف لوبون، كيف تحكم في لافول. باش تو سي بور سا قلنا يا خوتي حاجه جديده، شكون اللي جابها شباب، شباب الجزائر واعي، راكم تشوفوا شنو يديروا ضد لو بانان هذاك والاخر. اذن المشكل في الجزائر، المشكل الحقيقي هما الدراهم، هايدا دراهم يا خوتي. والمشكل قلنا للامه الجزائريه واش طالب؟ يطالب كيما شباب ويطلب يخدم، مازالهم نفس الايروبور دالجي الجديد هذاك، شكون دخلهم؟ وليد عمه وليد خالته. وكانيفو سوناطراك، والله يا خاوتي سوناطراك، كاين واحد او خرج روترات زعما في واحد المنطقه في حسيم سعود 100 كيلومتر على حسيم سعود، والله كان يصلح ستا يصلح في الاخر في ليبيرو والاخر. يعني ماشي رانا ضد الاشخاص هادو باش نتفاهموا، برك كان ما عندوش نيفو ولا شاب بيرسونال، باسكو هذيك الديريكتور تاع تاع الجهه هذيك يعيطوا له ديريكتور دو ريجيون
ديريكتور ديريجون تاع سوناطا راك بريسيز تاع الجهه هذيك، وليد بلادو هو اللي طلعو. كيفاه الجزائر راح تخرج؟ كيفاش في سوناطا راهم يدخلوا غير ولادهم؟ فإير الجيري لا ميم شوز، إير الجيري وليد تبون وليد واسمو هذاك بدوي كيف كيف لا ميم شوز. نطق تبون باسكو هم بريباريوه باش زعما يفوت الشعب عليه. قلنا لكم هذيك المسرحيه اللي داروا عندها 3 سنين هاي اللي خرجت، ماشي احنا اللي قلنا، كاين بزاف سياسيين قالوها. اذا العصابه بقات مازال، لو كان صح خدموا الدينار مي اورو ما يخرج من الجزائر، هما ما يخرجوا باسم القوميه كيما حاولوا في المظاهرات هذه نهار الجمعه ينحيوا تليفونات الاشخاص. شكون نمد لهم الارز؟ لان قائد الشرطه اللي كان مقبل نقولوا مليح يا خوتي، لان جامي توشا واحد، نهضروا الواقع. لكن جا هذا شكون حطوا؟ سي سعيداني، لان وليد بلاده. شوفوا كيف تمشي الاستراتيجي بوليتيك تاعهم. يقول لك الجزائر العصابه والعصابه بقات لان ما زالت تمشي بالقوميه. والحلول في الجزائر موجوده، الحلول ان الشعب، قلنا هو الحل الواحد. كما في العاصمه يحطوا باريزون، قال فلان فلتان، يحطوا اشخاص واللي يجي واحد شخص هايدا يقول انا نرشح روحي قدام الشعب الجزائري في العاصمه، الشعب يروح يفوطي. يقول له لازم يكون حديث حوار، انت مدنا البروغرام بوليتيك، مدنا لا فيزيون تاعك لوانت، الشعب تما في الثوره كل نهار الجمعه يروح يفوطي، يخرج واحد منهم. والشعب هذه الدوله ما تحسبوهاش كاع، ماشي الدوله، ما لي فوايو هادو ما تحسبوهمش كاع. هذا هو العصيان المدني السياسي، ماشي زعما تحبس سوناطراك والاخر، هذه موجوده كانت موجوده. لكن باش تقتلهم بالبارد نديروا حنا انتخابات في البلديات كيف هذوك اللي باسكو واش خرجوا دوك. حتى المستشفيات يا خوتي كيف العصابه، شوفوا المستشفى ما فيه والو 20 سنه هو ديريكتور تاع لوبيتال، ومن بعد تقرا في الاخر، انا قرينا هذوك في احد الجرائد تاعهم، يقول لك مينيستر لا دوموندي او ديريكتور سي لو بوبل، يعني الامه تخرجوا من البيرو ولا تطاكيهم الشرع كونتر بروتاليتي كونتر لان فونكسيونير. هاي داير يعني العنف ضد الاخر الموظف. ايوا 20 سنه هو ما دار والو، سكانير ما جابوش، والاخر تقول لي طاكيهم الشرع كيف هاديه؟ إذن الشعب هو يدير الفوت. كيف يدير؟ كل نهار الجمعة كل ولاية يحطوا صندوق والشعب يدخل، هذه هي. يجيبوا لا ليست، يكتبوا الأسماوات كاع تما، هذه سمانة الأولى يكتبوا الأسماوات شكون راح يترشح إلى آخره، ومن بعد يكتبوا الأسماوات تاع الناس راح يفوتيو ويديروا. هاي دا والله يا خاوتي غير يموتوا. واحد ما دارها في العالم، واحد ما دارها، احنا الجزائريين نديروها. سيتان سيستم الجيريان، نعيطولو سيستم الجيريان كيما قال احد المفكرين. ونقول لكم يا خوتي السلام عليكم، على البروشين ان شاء الله.